للتحديث أكثر حول هذه النقطة مشاهدينا الكرام، معي عبر الهاتف عيسى صديقي رئيس التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين. مساء الخير. أهلا، مساء النور أخت كريمة. أخيرا أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس زيادة في منح ذوي الاحتياجات الخاصة، منح ذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 10,000 دينار جزائري عوض 4,000 دينار جزائري بداية من الشهر المقبل. ربما كيف استقبلتم هذه القرارات وهل هي كافية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ تفضل. بداية ما يمكن قوله كناشط نقابي أو جمعوي مع هذه الشريحة وباعتبار عضو في هذه الشريحة، ما يمكن قوله أنه أولا نثمن النية الحسنة للحكومة واستجابتها الخاصة لمطالب هذه الشريحة منذ ما يقرب من ربع قرن، لأنه آخر تعديل لمنحة ذوي الاحتياجات الخاصة كان في 2005 من بقرار رئاسي وليس قرار حكومي أو قرار برلماني، لأنه دائما الالتفاتة لهذه الشريحة تأتي من هرم السلطة ولا يأتي من المجالس المنتخبة أو المجالس الوطنية. الشيء الآخر قضية رفع المنحة، نحن عندنا تحفظ على مسألة قضية رفع المنحة بهذه الطريقة. أولا رفع المنحة إلى 10,000 دينار جزائري. السؤال المطروح، من هي الفئات المعنية بهذا الرفع أو بهذا التحسين؟ القرار الصادر من الحكومة أشار إلى فئة معينة. نعم، بالنسبة لهذه النقطة يعني من المنتظر أن يستفيد من هذه الزيادة أزيد من 260,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يبلغون من العمر 18 سنة والذين تصل نسبة إعاقتهم أيضا إلى 100%. هنا السؤال الذي يطرح، البعض يتساءل حول الذين هم أقل نسبة أو حتى أقل سنا، يعني أقل من 18 عاما. نعم، هذا هو السؤال الجوهري او الذي وهذا هذه القضية او رفع المنحة بهذه الطريقة ستثير اشكال اكثر مما ستحل مشكل، ستثير لغط كبير. اولا من عندما تقول لي الفئات المعنية هي الفئات الاكثر من 18 سنة، الاقل من 18 سنة ولهم نسبة الإعاقة 100% وخاصة الأطفال المعاقين، هؤلاء مطالبهم أكثر من مطالب الفئة الأكبر من 18 سنة، خاصة الأطفال الذين لهم مشكلات أو هم من المعاقين لهم مشكلات وهم من أسر معوزة، خاصة فيما مطالبهم فيما يخص ما يسمى الحفاظات وهذه الأشياء المهمة. إضافة إلى ذلك، الأشخاص اللي أقل من نسبة إعاقتهم أكثر من 100% ستبقى منحتهم الخاصة تتراوح في 3,000 دينار جزائري. يعني لما يكون هناك شخص يتقاضى مبلغ منحة 3,000 دينار جزائري وشخص آخر يتقاضى منحة 10,000 دينار جزائري، هنا راح يكون فرق كبير. هذا فرق سيثير يعني يثير لغط كبير، وخاصة أنه قرار الحكومة أشار إلى أن نسبة الرفع ستصل إلى 150%. يعني كان من المفروض أن يراعي القرار الفئات الأخرى التي لها نسبة إعاقة أقل، على الأقل تكون هناك فارق بسيط أو ضئيل. هذه أولا. الشيء الثاني، نسبة الإعاقة أصلا وطنيا فيها كثير من اللبس، لأن الكثير من المعاقين ليس لهم نسبة إعاقة حقيقية، هناك أشخاص سليمين يعني نسبة إعاقة لهم عاهات أو عاهات خفيفة جدا لكنهم يمتلكون نسبة إعاقة 100%، وهناك أشخاص يعني في شلل تام ووضعية مقعدة ونسبة إعاقتهم أقل من 100%. إذن قبل قضية رفع المنحة أو تحديد رفع المنحة على حسب النسبة كما هو مطروح أو كما طرحه قرار مجلس الحكومة، كان من المفروض إعادة النظر في البرام في سلم تقييم نسبة الإعاقة أصلا. هذه أولا. الشيء الثاني، المنحة الآن ترفع للأشخاص الذين يتقاضون المنحة، الإشكال في الأشخاص الذين لا يتقاضون المنحة. ما ينبغي قوله أن المنحة كانت مجمدة من سنة 2015، المنحة والعقود كل هذه المنح، لأنه هناك عجز مالي. الآن الأشخاص الذين لا يتقاضون منحة، هناك عائلات فيها 4 معوقين أو 5 معوقين، يعني لا يوجد فيهم ولا شخص معين يتقاضى المنحة. الآن كيف هؤلاء سيتقاضون المنحة؟ هناك عجز مالي، كيف ستتكلف الوصاية وهي وزارة التضامن بصب الأموال في حسابات هؤلاء؟ يعني قضية رفع المنحة بهذه الطريقة
كان يجب أن يعاد فيها النظر، وخاصة أنه معالي وزير التضامن كانت في مجلس الحكومة، كان من المفروض أن تدي تدخل، لأن هذا القرار بهذه الطريقة يعني يثير الكثير من الإشكال أو البلبلة، ونحن علينا تحفظ على هذا القرار، وكنا أشرنا إليه البارحة ونعيده اليوم. نعم، هل تشوفوا أن هذا القرار ربما سيشجع يعني الحكومة على إنصاف هذه الفئة من خلال قرارات أخرى مستقبلية متعلقة بالتوظيف، التعليم وأيضا السكن؟ لا، باه نكون واضحين، هو المشكل انه قضيه المشاكل التي يعانيها المعاق هي مشاكل متعدده وتمس اوجه كثيره. يعني مثلا نعطيك مثال اخر، مجلس الحكومه البارحه صادق على 3 قرارات، القرار الاول قرار رفع المنحه، والقرار الثاني هو قرار التوظيف رفع نسبه التوظيف، والقرار الثالث هو مجانيه النقل داخل التراب الوطني. الان قرار ما يسمى التوظيف رفع النسبة من 1% إلى 3%، لأنه في المرسوم الرئاسي 0209 الصادر في مايو 2002 تحدث على ما يثبت في المدى 27 منه، تحدث على من نسبة 1%. الآن رفع النسبة، نحن ليست لنا مشكلة في رفع النسبة سواء 1% أو 1.5% كما أشار وزير العمل سابقا في اللقاء الذي جمعه بعض الجمعيات بصحبة وزير التضامن، أو رفع النسبة إلى 3% كما أشار قرار الحكومة. المشكل هو في التطبيق، نحن دائما نقول أن المشكل ليس في القانون وإنما المشكل في التطبيق، لأنه ثلاثة نقول لك الآن هذا القرار يعتبر قرار فضفاض. لماذا؟ لأن هذا القرار يحتاج إلى ما يسمى إجراءات تنفيذية أو مراسيم تنفيذية ورضعية تلزم الجهات المختصة بتطبيق هذا القرار، لأنه هذا القرار هو قرار فضفاض، لأنه لما نقول 3% من هي الجهة التي تطبق هذا القرار؟ الوظيفة العمومية تقول أنه نسبة أو نسبة توظيف 3% كما أشار إليها قرار الحكومة، يقول لك هذه النسبة تقتصر على القطاع الخاص والاقتصادي، القطاع الوظيفة العمومية ليست لها علاقة بذلك. إذا الأولوية في التوظيف أو 3% في التوظيف لا علاقة لها بالوظيفة العمومية، لها علاقة بالشق الاقتصادي والشق الخاص. المشكل أين؟ المشكل أنه أغلب المعوقين يمتلكون شهادات لا تصلح للعمل في القطاع الخاص أو الاقتصادي، وإنما تصلح للتوظيف في القطاع العمومي. إذا لما يكون الوظيف العمومي لا يعترف بهذه النسبة في القطاع العمومي، إذا تسقط الأولوية وتسقط النسبة ويصبح المعاق هو الضحية. نعم، شكرا. حتى في الشق الاقتصادي في عجالة فقط، في عجالة نظرا لضيق الوقت، تفضل. نعم، كي لا أطيل، ما يمكن قوله أن هذه القرارات هي قرارات قديمة باستثناء قرار رفع المنحة، ونحن كما قلنا هو قرار إيجابي بنسبة معينة، لكن هذا القرار عليه تحفظ، وكل هذه القرارات قرارات قديمة، وأنا أعتقد أن مجلس الحكومة لم يقدم أي جديد بقدر ما أسال الحبر على الورق أكثر. يعني نعم، شكرا لك سيد عيسى صديقي رئيس التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين على كل هذه التوضيحات.